فكرة المقاطعة ويتشدق بالديمقراطية، فهو ناس لا يعلموا شيء عن الديمقراطية، وهي معناها انه مفلس ما عندوش شيء يقنع به الاخرين بالمشاركة او بأهمية المشاركة في موضوع التعديلات الدستورية. لان احنا بنقول اللي يشارك كل الناس لازم تشارك، ده واجب وطني، وكل الناس لازم تقول رأيها نعم او لا كما يترى لي، كما استوعب الموضوع بالضبط. فدي اكبر دليل، يعني اذا انت بتنادي بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وانت عايز غيرك منزلش يعبر عن صوته، على الرغم ان صوته هو اهم حاجة في مرحلة بناء الوطن. طب دكتور، يعني تتوقع نسبة المشاركة توصل لقد ايه؟ صعب ان انا احكم، صعب تقديرك، صعب جدا ان احكم على اي نسب في المحل. احنا لسه عاملين غرفة عمليات في الحزب، وانا طالع دلوقتي غرفة العمليات. انت عارف ان احنا كحزب مش قول غير الكلام الدقيق المظبوط بدون توقعات، لكن اللي انا مش متوقعه، لكن انا براهن عليه واللي انا متاكد منه، ان الشعب المصري دايما في اللحظات اللي الوطن بيندهل فيها لازم يكون موجود. طيب يعني رصدك في الساعات الاولى، هل الحزب وصل لحضرتك سيادتك اي مشاكل ولا اي حاجه في بعض اللجان؟ لا لا لا، مفيش مشاكل ذات، وانا هعرف كل حاجه بغرفه العمليات على طول، يعني انا لسه رايح. لكن الحقيقه لغايه دلوقتي مفيش اي مشاكل خالص، يعني انا لسه في ساعات النهار، يعني مفيش ساعتين.